محاولتهم للتحقيق حلم 44 سنة وقلة الخبرة ممكن يكون أيضا له جانب عكسي. شكرا للزميل العلان بأفضلية نتيجة رباعي خط الدفاع خالد البريك ساء الثاني من مايو كرة ومحاولة من أندرسون يتحصل على ركلة ركنية مبكرة. نعم تشكيلة القعلانية بقيادة التونسي محمد العذار 10 مباراة ورحيله كان مؤثر بشكل كبير. كرة تعود الآن رحل طبعا إلى نادي كان مؤثر بشكل كبير كرة تعود الآن رحل طبعا إلى نادي العروبة في الدوري السعودي. كرة مرت إلى خارج أرضية نادي العروبة في الدوري السعودي كرة لتحقيق أحلام الوصول. كرة للأمام عادت لمصلحة خلصت الكرة الماضية من قبل علي صابر توسط الميدان الذي لديه تجربتين احترافيتين في قصابر توسط الميدان الذي لديه تجربتين احترافيتين في قطر مع الجيش وقطر كرة أمامية إبراهيم كامارو قطر مع الجيش وقطر كرة أمامية إبراهيم كامارو خطيرة المحاولة التلمس الذي كان في قيادة دفة نادي المصنع منذ منتصف الموسم الماضي وتستاق الرستاق يحاول عن طريق عصام البارحي صاحب الثمانية أهداف حد كامارا إبريمة لاحظ الكرة الماضية والاحتكاك بين كامارا واللاعب الآخر إدريس الوهيبي وفهد العلوي أحد لاعبي نادي جعلان ساخط في أرضية الملعب. لاعب كامارا إبريمة من الواضح أنه يعاني من إصابة نعم كامارا إبريمة من الواضح أنه يعاني من الإصابة ما نعرف إذا كان يقدر يكمل مجريات المباراة المتبقية أو الدقائق المتبقية. اللاعب كامارا الحاضر في هذا اللقاء دكة بدلاء نادي جعلان الحديث عن جابر المشايخي واللاعب مروان الراشدي وعبد الرحمن العريمي ومصطفى الجعفري ومحمد الصواعي وزياد الرحبي بالإضافة إلى حارس المرمى الحارس حسين الشخصي حسن الشخصي عفوا. هنا اللاعب كامارا يتلقى العلاج خط دفاع حيث تلقت شباكة 21 هدف أضعف خط دفاع في دورينا هو في 21 هدف أضعف خط دفاع في دورينا هو في فنجا 22 هدف في شباكة. كرة أمامية تخلصت من دفاعات نادي جعلان بتعود مرة أخرى إلى راشد المشايخي عمر العلوي يستلم كرته عمر هنا محاولة موجودة لصالح كامارا كامارا بيحاول في منطقة الجزاء كامارا توغل الحكم إلى ماذا أشار نعم ركلة جزاء أعزائي المشاهدين في هذه اللحظات لصالح نادي جعلان ركلة لاحظ الكرة الماضية هنا الركلة اللي احتسبها حكم المباراة إلى وجود خطأ في منطقة الجزاء وركلة جزاء منتصف في الموسم الماضي وكان نادي المصنعة واحد من الأندية التي تعيش طبعا كان أحد الأسماء التي بالفعل كان غيابها مؤثر عن نادي المصنعة ما شاء الله بالرغم من التقدم في العمر إلا ما شاء الله بالرغم من التقدم في العمر إلا أن المشايخ ما زال يقدم كل العطاءات كرة أمام أن المشايخ ما زال يقدم كل العطاءات كرة أمامية خطيرة لمصلحة جعلان الله شباك المصنعة بهدف أول السنغال إبراهيم كامارا في الدقيقة رقم 21 لاحظ الكرة الماضية لاحظ الدربكة هنا راشد أعادها إلى إبراهيم كامارا في المرمى في مرمى سليمان الجديد نعم كامارا هو من يثير جنونهم هو المميز بينهم هو السنغالي هدافهم نعم لاحظ راشد لمسه أولى وكمارة ثانية وكمارة ثابتة وقعلان لحلم الوصول قعلان للعبور لاحظ كرة كمارة التي تهادت شيئا فشيئا فعانقت شباك سليمان ففجرت الفرحة الأولى البركان الجعلاني ينفجر الآن في مدرجات مجمع صور نعم إبراهيم كمارة قعلان هدف جاغني بابا ياسر محمد وعمر العلوي خط المنتصف لجعلان إبراهيم كامارا للأمام محاولة جعلانية الآن التقدم من ياسين محاولة خطيرة أشر في انتظار نتيجة مباراة أمام السويق يعني رؤية مباراة أمام السويق يعني ربما الانتصار بالنسبة لصحم في هذا المساء
يحيي آمال جماهير طبعا الدرجة الأولى في الموسم الماضي. كرة أمامية لمصلحة جعلان، إبراهيم كمارا يحاول لكن أحمد البريكي إلى فهد العلوي، تبقى جعلانية للأمام، تبقى جعلانية للأمام. لمسة راشد أيضا في الهدف كانت مؤثرة. كرة عادت الآن، إبراهيم كمارا سجل اليوم هدفه رقم 9 مع نادي قاعدية 8 أهداف في بطولة الدوري الدرجة الأولى. ركلة ركنية لمصلحة نادي الكرة الأمامية، بحث دائما عن السنغال. إبراهيم كمارا، نعم كمارا، بحث دائما عن السنغال. إبراهيم كمارا، نعم كمارا، وكمان يا كمارا، وكمان يا كمارا، نعم كمارا. في أرضية ملعبهم طبعا في نادي جعلان، وإن كانت مباراة اليوم في مجمع صور لكن تعتبر على أرضية ملعب نادي جعلان. كرة أمامية خطيرة لجعلان لكنها سهلة. خالد الهاجري، محمد الغساني، وأمامهم يلعب البرازيلي بينا أندرسون في خط المرمى. طبعا بحارب الحبسي في حراسة المرمى، لاحظ الكرة الماضية، سقوط لإبراهيم كمارا في الكرة الماضية، كان في نوع من التهور من جانب والذي مثل أيضا أندية مسقط وصورة فنجة سابقا. كرة للأمام عادت لأمام مجدي، هجوم لمصنع الكرة أمامية. إبراهيم كمارا يحاول السنغالي عرضية خطيرة في التشكيلة الجعلانية هذا الموسم. كرة تبقى لمصلحة نادي المصنعة، تبعد من إبراهيم في التشكيلة الجعلانية هذا الموسم. كرة تبقى لمصلحة نادي المصنعة، تبعد من إبراهيم كمارا، كمارا السنغالي من الجهة اليمنى انطلاقا، كمارا، كمارا السنغالي من الجهة اليمنى انطلاقا. بابا كرة أمامية عند إبراهيم كمارا، مرور، كرة أمامية عند إبراهيم كمارا، مرور ممتاز وتمريرة بعد ذلك خطيرة إلى المشايخي أو علي كاظم، ممتاز وتمريرة بعد ذلك خطيرة إلى المشايخي أو علي كاظم العراقي يسدد، تبقى لجعلالة المباراة أو حتى لتلك الجماهير المتسمرة، لتلك الجماهير المتسمرة لمشاهدة اللقاء. كرة أمامية إبراهيم كمارا خطيرة لمصلحة جعلان، المتسمرة لمشاهدة اللقاء. كرة أمامية إبراهيم كمارا خطيرة لمصلحة جعلان لكن تبعد، يبقى هذا السنغالي أيضا إبراهيم كمارا أحد الأسلحة الهجومية بالنسبة لنادي تلان من قبل إبراهيم كمارا. السنغالي أسهل كرة إلى العراقي علي كاظم لمصلحة نادي جعلان، لاحظ الكرة الماضية من قبل إبراهيم كمارا والتدخل اللي كان إيجاد ثغرة في دفاعات نادي المصنعة. خليفة الجماحي وخالد البريكي لمصلحة جعلان، مرور ممتاز وخطير المحاولة عرضية لمصلحة جعلان، اختر الآن لمصلحة جعلان، اختر الآن، اختر الآن، اختر الآن، اختر الآن، اختر الآن، الله موعد مع التاريخ، موعد مع التاريخ، جعلان يسطر أجمل رواية في هذا الزمان، جعلان فعلها. لحظة تاريخية، لحظة تاريخية، جعلان في دوري المحترفين، الله على أجواء هستيرية، على لحظة تاريخ حقيقة وليست أوهام، جعلان إلى دوري خضر. فنوذوق، فنوذوق عمر العلوي، أي كرة أرسلها، أي تحويلة كمارا، استلام هوبا جول، هوبا جول. وجعلاني مش معقول، مش معقول، مش معقول يا كمارا، الله على لحظة تاريخية يا جعلان، تاريخية يا جعلان كمارا، الله على كرة، الله القاتل فعلها أخضر جنوب الشرقية. هنا الأهازيج والاحتفالات، أنا هنا الأهازيج والاحتفالات، أنا على يقين بأن كل بيت جعلاني، كل بيت في جعلان الآن يعيش على وقع هذه الفرحة، على يقين بأن كل بيت جعلاني، كل بيت في جعلان الآن يعيش على وقع هذه الفرحة، هذه الفرحة، هذه الفرحة. نعم هي صافرة يعقوب عبد الباقي، نعم صافرة يعقوب عبد الباقي، تاريخية فعلها جعلان، فعلها. تلك هي أحكام كرة القدم
سعد يضاع الامل في رقعتك واظن الياس واشوف حلمي ما تحقق اظن الياس واشوف حلمي ما تحقق هكذا هي حال جماهير المصنعه لكن ابراهيم كمارا هذا السنغالي هو العريس هذه الليله هذا السنغالي هو من يحقق الام من يحقق احلام وجماهير هذه الجماهير الجعلانيه العريضه جعلان نعم في فرحه بطوليه جعلان ينتصر جعلان يسجل ليله تاريخيه ليله فيها المجد والتاريخ هنا الاهازيج هنا الايقاعات الجعلانيه ايقاعات الفن الجعلاني الاصيل مبروك لكل جعلاني ومثل ما ذكرت انا على يقين بان كل بيت جعلاني الان كل بيت جعلاني الان يعي حسني للأمام الآن خطير إبراهيم كمارا لاعب على لاعب كمارا خطير كمارا يحاول كمارا خطير كمارا يحاول كمارا لكن سهلة سهلة تصل لمصلحة إبراهيم كمارا كمارا يحاول من أمام مع عبد المعين المرزوقي للأمام خطير الآن عن الراشدي لاعب العروبة سابقا وأيضا لعب في نادي العروبة سابقا وأيضا لعب في نادي الكامل والوافي عادت من إبراهيم كمارا للأمام الآن خطيرة المحاولة أو مختار قالوا الآن محمد ياسر رسال كرة محمد ياسر رسال كرة للأمام الآن صافرة الشوط الثاني الآن ينطلق برغبة إعلانية واضحة في العودة سريعا في النتيجة محاولة الله كرة ممتازة لإعلان نعم البداية البداية كانت أن تكون قوية من قبل إبراهيم كمارا كمارا يا كمارا حاول في الكرة الماضية لكن حارس المرمى حسن البريكي لاحظ العرضية المثالية والرأسية الرائعة والإبعاد بعد ذلك من حارس المرمى حسن البريكي حسن البريكي إبعاد ممتاز بعد عرضية أن يتجاوز نادي الوسطى بثلاثة أهداف لهدف وهنا إبراهيم يحاول لكن مرت بعيدة من إبراهيم قرعة بطولة الكأس الغالية الدور الستة عشر الصحم سيستقبل فنجا في مواجهة من العيار الثقيل بذكريات لاحظ الكرة الماضية هنا الركلة اللي احتسبها حكم المباراة إلى وجود خطأ في منطقة الجزاء وركلة جزاء واستقبلت شباكة 17 هدف يعني في أكثر من مباراة واستقبلت شباكة 17 هدف يعني في أكثر من مباراة الرستاق كان قريب من تحقيق الفوز في أكثر من مباراة كان الرستاق كان قريب في الدقائق الماضية بتعود الكرة مرة أخرى إلى كمارا بريما عادت استحوذ على كرته عادت مرة أخرى محمد المساخي قطع الكرة إلى كمارا كمارا هنا في الجهة اليمنى كمارا بيحاول كمارا بريما عادت الكرة طالت على أحد لاعبي الأضواء بتعود الكرة مرة أخرى هذا هو كمارا بتعود الكرة مرة أخرى هذا هو كمارا كمارا بيحاول كمارا بيحاول كمارا طالت الكرة عليه سقط كمارا وخطأ وفاول لصالح جعلان بطاقتين لصالح نادي الرستاق في مختار الآن قالوا إلى إبراهيم إبراهيم كمارا يحاول خطأ لإبراهيم كمارا في الكرة الماضية على اللاعب الصحماوي خطأ لإبراهيم كمارا في الكرة الماضية على بذكريات التأهل في أرضية هذا الملعب في الموسم الماضي على حساب هل يعود في النتيجة أم أنه سيواصل النتيجة الحالية الكرة للأمام خطيرة لكن تبعد في حوزة لاعبي نادي جعلان إبراهيم كمارا يحاول كمارا خطيرة جعلان إبراهيم كمارا يحاول كمارا خطيرة
قعلاني نعم، هدف قعلاني نعم يقلص الفارق إبراهيم كمارا الآن في هذه اللحظات، هدف لقعلان في هذا التوقيت. السنغالي إبراهيم كمارا يقلص الفارق وبالتالي يبقي في طريقة الإشراك عبد الله الكوفي، لكن لاحظ الكرة الماضية هنا إبراهيم كمارا مرفية من حارس المرمى حسن البريكي ووضعها في الشباك الصحماوية وقلص الفارق بالتالي لمصلحة نادي قعلان. هدفين مقابل هدف. تلك هي أحكام كرة القدم يا حمود السعدي، ضاع الأمل في رقعتك وظن الياس وشوف حلمي ما تحقق. وشوف حلمي ما تحقق، هكذا هي حال جماهير المصنعة. لكن إبراهيم كمارا هذا السنغالي هو العريس هذه الليلة، هذا السنغالي هو من يحقق آلام، من يحقق أحلام وجماهير هذه الجماهير الجعلانية العريضة. جعلان نعم في فرحة بطولية، جعلان ينتصر، جعلان يسجل ليلة تاريخية، ليلة فيها المجد والتاريخ. هنا الأهازيج، هنا الإيقاعات الجعلانية، إيقاعات الفن الجعلاني الأصيل. مبروك لكل جعلاني، ومثل ما ذكرت أنا على يقين بأن كل بيت جعلاني الآن، كل بيت جعلاني الآن.